دي بس. بس حضرتك بتهالي هل ليكي دور في ان شريف رياضي ويركب الخيل وفارس؟ مين اللي شجعه على كده وازاي بقى عنده الهوايه دي؟ ودي هوايه مهمه وجميله يعني. انا كنت اشجع قوي الموضوع ده، يعني مثلا نور كان ما يحبش ابدا انهم ينزلوا الميه يعوموا يخاف عليهم. انا بقى كنت لازم وبعلمه مش حاجه من وراه، بس بقول له انا معاهم لكن انزلهم تعسلهم. وبعدين مدرسه سباحه علشان يعوم صح دي كنت حريص عليها وهم صغيرين قوي. ركوب الخيل برضو انا فاكره معتز ده كان يقع كل وقعه من على الحصان ونشيله ونروح حاطينه تاني الله على الحصان. الله ده حضرتك ام شجاعه. ام شجاعه. لا في الناحيه دي كان يهمني قوي المصلحه انهم يبقوا على درجه من ال من ممارسة الرياضة وما يخافوش شريف ده لما راح الكلية عارفة في كلاب الكبيرة دي قوي الألماني والخيل الكبير برضو تلقي الولف والخيل طبعا كلاب الولف والخيل طبعا في الشرطة في الولاد اللي هو ضابط شرطة؟ شرطة الولاد اللي بيخشوا بيتخضوا دول الكلاب يجوا عليه جري الحصان يكلمه. طب يعني والله طب في حادثة شهيرة بمناسبة الكلب، هل أستطيع أن أنا يعني أخلي حضرتك تحكيها لنا؟ هل ممكن؟ موضوع انتهى خلاص وما فيهوش أسماء، إحنا بس هنحكي الواقعة بتاعة الكلاب ممكن؟ وأنا قصدي بصي أنا هحكي لك لما أنا أبقى بحبهم ونفسي أشوفه راضي ومبسوط بعمل الحاجة اللي تريحه طبعا. طيب اعمل ايه بقى؟ لا ده صح. اقول ولا تقولي؟ اعمل ايه بقى؟ شريف كان هيرتبط بحد في فتره من الفترات وحضرتك رحتي عشان تتممي الخطوبه بقى وتشوفي الحد اللي هيرتبط بيه، فحضرتك دخلتي على الاسره في القعده وهم كلهم يعني ستات فاضلات ومحجبات، ورحتي حضرتك قايله إن شريف عنده كلبين مش كده؟ كلبين بيحبهم قوي وما قدرش يستغنى عنهم، هما بصوا لبعض وبينام كلب بتنام تحت سريره وكلب بينام تحت سريره، كان معلومة إضافية كمان. فحصل إيه؟ حكاية فركشة. شفتي بقى بسبب الكلب اللي هينام تحت السرير على طول. وهو ما زال يحب الكلاب جدا، يحب الكلاب جدا ويتعامل معاهم بعظمه والله. لان انا بحس يعني يعرف يروض جدا ويخليه يسمع كلامه يحبوه. ولو تشوفي مع الخيل مع الخيل بقى. طب الخيل اضاف ايه للشريف في اخلاقياته؟ لانه الخيل ده ليه حاجات وليه طقوس خاصه. الفارس يعني فارس فارس ده فيها تشمل حاجات كتير قوي قوي. هو الحمد لله عنده كل الاخلاق دي، الاخلاق الفروسيه. الحمد لله. وزي ما بيقول يعني تعود انه يبقى فيه مرونه وانه ما ياخدش مواقف ولا عارفه دي مهمه قوي. وعلى فكره معتز كده ومعتز انا هقول لك حاجه عن معتز حصلت مره. كان ابوه جايب له عربيه وهو في الجامعه كويس، عربيه جديده وقال له ما تروحش بيها حتت بعيده ولا كده وسافر. فجاني قال لي انا عايز اروح اسكندريه. يا ابني قال لك ما تروحش بعيد وبلاش سفر وبلاش اسكندريه وانت ما سافرتش قبل كده. المهم بعد محايله وافقت ان هو يروح اسكندريه. وهو في السكه واحده جنبه طول السكه تروح فاتحه الشباك وشتماه. يا خبر ابيض، سايقه في عربيه اخرى. في عربيه اخرى تفتح الشباك وتشتم تشتم وتستمر. وتشتم ليه طيب؟ ما انا بحكي لك. فراح ودخلت على الاستراحه في الطريق الصحراوي في الريست ده اللي في الريست
فهو راح راجع طالع وراها وهي قاعده بقى بتشرب شاي وكده. فقال لها انا اللي كنت جنبك وكل شويه بتقولي لي كذا وكذا. انا بس عايز اعرف انا عملت ايه؟ في ايه اللي زعلك قوي مني كده؟ بالظبط زي ما هو حكى لي الموضوع ده. قالت له انت هو انت اول مره تسافر او اول مره مش عارف؟ قال لها دي اول مره. قالت له طب اقعد. وقعد وشرب معاها شاي وبدات تتكلم معاه وتفهمه ايه الحاجه اللي هو عملها مش عاجباه. كانت ايه الحاجه؟ مش فاكره والله ايه. وبعدين نزلت وجابت له من عربيتها هدايا كمان ايه يعني انها احترمت فيه ان هو سالها ببساطه ايه اللي انا عملته غلط. وده عجبني جدا. ان ليه لا ليه انا افضل يعني بقى يفتح الاخر ويشتم ويرد عليه؟ ممكن كان ده ممكن طبعا، لكن انا عجبني انه راح وسال وعرف ايه غلط خطاه. فدي